السلام عليكم أعزائي الطلاب، نبدأ بالفصل الثاني من وحدة تاريخ الأرض. أنهينا الفصل الأول الأحافير والجيولوجيا التاريخية. تأريخ، نريد أن نضع تاريخ للأرض، نكتب فيه معلومات عن الأرض. التأريخ يعني أن نكتب معلومات في تسلسل أحداث معينة، ونقرأ هاي الأحداث أو نستطيع أن نتعرف عليها من خلال دراسة الطبقات. فالعلم الذي يعني يوضح دراسة الطبقات هو علم الطبقات. تعريفه ممكن يجي لكن مستبعد. علم الطبقات أكيد علم، يعني هو العلم الطبقات الذي يبحث في الطبقات. فأول نقطة هو العلم الذي يهتم بدراسة طبقات الأرض، أهم شيء خصائصها وتتابعها أنها تكون على شكل تعاقب واحد متتالية. هاي واحد، النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا يتطرق إلى دراسة نشأتها وكيفية تشكلها، وإحنا بنحكي عن التأريخ فبنحكي عن الأعمار، فشواهد جيولوجية تدل على أعمارها. في شواهد جيولوجية راح نتعرف في خلال هذا الفصل، يعني يظهر في الطبقة معالم معينة، سطح متعرج، أسطح مائلة، في قطع مكسرة داخل طبقة أخرى. هاي شواهد نشاهدها ونستدل من خلالها على ترتيب الطبقات وأعمارها. ما هي الخصائص التي تتميز بها الطبقات عن بعضها البعض؟ يعني كيف أستطيع أن أميز أنه مقطع صخري عندي يحتوي على ثلاث طبقات أو أربعة أو أكثر أو أقل؟ من خلال دراسة خصائص الطبقات. ما هي الخصائص؟ عموما الخصائص أنواعها: فيزيائية، كيميائية، حيوية. فيزيائية زي اللون، زي حجم الحبات المكونة منها الطبقة. الكيميائية زي المواد الكيميائية اللي داخلة في التركيب سواء كيميائيا أو معدنيا. حيوية هل فيها نسبة من المواد العضوية أو بقايا أحافير. هاي الأنواع العامة، لكن أذكر الخصائص: سمك الطبقة ونسيجها ولونها تابع للخصائص الفيزيائية، التراكيب الرسوبية الموجودة فيها. التراكيب مش التركيب، التراكيب يعني زي زخارف. التراكيب الرسوبية الموجودة فيها، مرة ذكرت من مصادر المعلومات في الجيولوجيا التاريخية التراكيب الداخلية المحفوظة في الصخور الرسوبية، بدون ما أرجع يعني أظهرها لكم. التراكيب الداخلية كانت مكتوبة، نقصد بها التراكيب الرسوبية الموجودة. هي رسمة لتوضيح ذلك في صورة في الكتاب، لكن أنا حبيت تكون الرسمة تخطيطية. يعني هاي الطبقة لها سطح علوي وسطح سفلي، بداخلها في ترتيب طبقات رقيقة، وتقطع حدود الطبقة هاي السطح العلوي والسفلي. هذا الترتيب اسمه أو أحد أنواع وأشكال التراكيب الداخلية، واسمه الطبقية المتقاطعة. يعني نفس الطبقة فيها تطبق حدودها بتقطع. لا بدناش إياه مثال وشيء، لكن بدنا نعرف انه هاي تحتوي على تركيب داخلية لكن هاي لا تحتوي، تخلو من تركيب داخلي. يعني هذه الخاصية مش دائما موجودة، عشان هيك راح نشوف في التعريف تبع الطبقة يمكن. فهذا ايضا من الخصائص الفيزيائية. المحتوى الاحفوري من الخصائص الحيوية، المكونات المعدنية والكيميائية من الخصائص الكيميائية. هاي الثلاث انواع، لكن اذكر خصائص نميز الطبقات عن بعضها بعض حتى يعني اقرب الصورة مش اكثر. إنه عمليات الحفر يعني الآن كيف ممكن يعرفوا أثناء الحفر إنه هذا البئر أثناء الحفر مروا على طبقة أو طبقتين أو ثلاثة؟ بيأخذوا عينات، العينة رقم واحد والعينة رقم اثنين والعينة رقم ثلاث والعينة رقم أربعة. هالأربع عينات هاي هل ما هي مأخوذة من طبقة واحدة ولا طبقتين ولا ثلاثة ولا أكثر؟ توصف الطبقات، الطبقة واحدة توصف من حيث اللون والنسيج، الخصائص اللي حكينا عنها، والتراكيب الداخلية والتركيب المعدني والأحافير، وأخيرا السماكة بنشوف. إذا كان مثلا الطبقة الأولى مواصفاتها كان بغض النظر أن أكتب سين والنسيج صاد والتراكيب الداخلية عين والتركيب المعدني ميم والأحافير مثلا طا، إذا العينة رقم اثنين، أخذنا العينة رقم اثنين ووصفناها وكانت نفس الشيء، نفس الخصائص، هذا معناته أنه ما دخلوا على طبقة أخرى، هي نفس الطبقة. والعينة ثلاثة مثلا إذا كانت نفس الصفات، لكن العينة أربعة على سبيل المثال اللون مختلف، واو كاف
التراكيب الداخلية مثلا نفسها، لكن في اختلاف. هذا بخليهم يحكوا انه الان انتهت الطبقة وبكتب السماكة مثلا 3 متر، اذا كل متر متعودين ياخذوا عينة، والطبقة الرابعة طالما في خصائص جديدة معناته مروا على طبقة جديدة. فكل طبقة العينات التي تؤخذ من الطبقة تحافظ على نفس الخصائص، تحافظ على نفس الخصائص. عشان هيك راح نبدأ بأول كلمة بتعريف الطبقة أنها وحدة. أنا حبيت أطرح المثال عشان هاي الكلمة وحدة. ليش بيبدو بتعريف الطبقة أنها وحدة؟ لأنه زي ما شفنا أنه جميع العينات في الطبقة الواحدة موحدة في الخصائص، موحدة في الخصائص، جميع الخصائص اللي درسناهم. أما حتى نعرف أنه إحنا انتقلنا إلى طبقة جديدة معناته لازم يكون في خصائص جديدة. اختلاف خاصية واحدة ينهي طبقة وبيخلينا نعرف أنه إحنا دخلنا على طبقة جديدة. هاي الطبقات اللي بندرسها في أنه نوع من الصخور؟ في الصخور الرسوبية. ما هي الصخور التي توجد في الطبيعة شكل طبقات؟ الصخور الرسوبية. يعني كل اللي بندرسه بخصائص الطبقة هو ينتمي على الصخور الرسوبية. الآن أنا أشرت ليش سميناها وحدة؟ لأن جميع الأجزاء في الطبقة الواحدة موحدة في الخصائص. إذا في خاصية مختلفة من الخصائص اللي ذكرناهم قبل شوي معناته دخلنا على طبقة جديدة. مسطحة، شكلها الطبقة شكلها مسطح. شو الشكل المسطح؟ هو الشكل الرقيق بالنسبة لامتداده. يعني هذا شكل الطبقة، مثل لوح الخشب، مثل الكتاب. فالسماكة حتى لو كانت مثلا مترين أو 3 متر أو 10 متر، فالامتداد يكون بمئات الأمتار أو أقل شيء عشرات الأمتار. فهو هذا الشكل المسطح، وحدة مسطحة. من أي نوع من الصخور؟ من الصخور الرسوبية. إذن أول جملة هي دائما بداية في أي كتاب بيحكي عن علم الطبقات وحدة، لأنها موحدة بالخصائص. شكلها زي ما وصفنا النجم مثلا مرة كروي، وحدة مسطحة من الصخور الرسوبية. اللي حطيت تحتهم خط عشان أحكي أنه هذول الخطوط العريضة في أي طبقة، خطوط عريضة في الطبقة. كل طبقة لها سطحين، سطح علوي وسطح سفلي يفصلانها عن غيرها من الطبقات. يعني بفضل دائما أنه بأي تعريف بدنا نحفظه نكون عندنا الخطوط العريضة اللي دائما موجودة وسهلة الحفظ. الطبقة الصخرية وحدة مسطحة من الصخور الرسوبية، لها سطحين، سطح علوي وسطح سفلي يفصلانها عن غيرها من الطبقات، أو الطبقات التي تقع فوقها أو أعلى منها، الطبقات التي تقع أسفلها. الآن الحشو الداخلية هي ذكر الخصائص اللي قبل شوي عديناهم. هاي الخصائص لو ذكرناهم بغير الترتيب، بغير الترتيب اللي موجود في التعريف، ذات سمك محدد، ذكرنا خاصية السمك، ونسيج معين مميز، ومكونات معدنية معينة أو مميزة. الآن هاي اللون والنسيج والتركيب المعدني دائما موجود، لكن الأحافير والتراكيب الداخلية يمكن لا، احنا حكينا شروط حتى توجد أحفرة لابد من توفر الشروط. يمكن أن تحوي أحافير ويمكن أن تحوي تراكيب داخلية، ممكن ممكن لا. رتب هاي المعلومات ولو مش بنفس الترتيب بكون أنا شملت كل التعريف. وحدة مسطحة عشانها موحدة بالخصائص وشكلها مسطح، من نوع محدد من الصخور اللي هي الصخور الرسوبية، ودائما لها سطحين يعني باختلاف الصيغة يفصل بين كل طبقة عن الطبقات الموجودة أعلاها وأسفلها، سطح علوي وآخر سفلي. يعني منتخيل الطبقة لكل طبقة سطح علوي وسطح سفلي يفصلانها عن غيرها من الطبقات أو الطبقات التي تقع فوقها وأسفلها. لأن أذكر ما بين هذول الخطين خصائص الطبقات، أكيد رح تحكي لها تركيب معدني، لها نسيج، لها لون لو ما ذكر اللون، لكن لازم نكتب يعني أكيد رح نكون عارفين أنه لها لون، لها سمك محدد. ظلوا خاصيتين ممكن يكونوا موجودين أو لا، اللي هم التراكيب الداخلية والأحافير. في الطبيعة ما بنشوف طبقة وحدها العديد من الطبقات، العديد من الطبقات معا اسمهم تعاقب طبقي، زي واحد طالب، مجموعة من الطلاب بدرسوا مع بعض برنامج واحد، هذول اسمهم صف. فالعدة الطبقات التعاقب الطبقي هو تراكم أو استمرار تراكم عدة طبقات من الصخور الرسوبية، تراكم العديد من الطبقات. طب شو أنواع الصخور الرسوبية؟ يعني ممكن يسألني من التعريف مش أعرف ما هي أنواع الصخور. أنواع الصخور الرسوبية هاي بال11 بمادة علوم الأرض. أنواع الصخور الرسوبية الفتاتية الكيميائية الحيوية.
بدون ما نفصل فيهم. هاي مش جميعها تراكمت في سنة أو في شهر، إنما أخذت وقت طويل في أثناء الزمن الجيولوجي. التعاقب الطبقي تراكم أو استمرار تراكم عدة طبقات من الصخور السبية بأنواعها المختلفة، فتاتية، كيميائية، حيوية، واستغرقت وأخذت زمن طويل اللي هو الزمن الجيولوجي. ليش غالبا بنشوف الصخور السبية على شكل طبقات؟ يعني ليش مش الكتل اللي موجودة بتكون كلها متجانسة مع بعض؟ لأنه عملية الترسيب، يعني بدون ما نكتب ذلك بس عشان نوضح، عملية الترسيب عملية بطيئة وفعليا تستغرق زمن طويل، 10 مليون سنة، 50 مليون سنة، 100 مليون سنة. عملية الترسيب في مكان معين خلال الزمن الطويل يستحيل أن تخضع لنفس الظروف وتبقى الظروف المحيطة بعملية الترسيب ثابتة 10 أو 20 أو 50 مليون سنة، مستحيل إلا ما تتغير. وهاي الظروف المحيطة فيزيائية زي عملية التبخر مثلا أو سرعة المي مثلا الناقلة، كيميائية زي المواد الذائبة وصلت للإشباع أو بطلت مشبعة، المياه أصبحت حمضية أو قلوية، الحيوية زي وجود مواد عضوية أو أنواع كائنات حية بقاياها إفرازاتها أصدافها مثلا. هاي ظروف أكيد بتتغير مع الزمن، 100 ألف سنة، 10 آلاف سنة، إلا ما تتغير. إذا تغيرت الظروف سيؤدي ذلك إلى تغيير الخصائص، وإذا تغيرت الخصائص ستنتهي طبقة أو مواصفات طبقة وتبدأ طبقة جديدة. إذا سألني لماذا تترسب الصخور السبية على شكل طبقات، أو وضح كيف يتشكل التعاقب الطبقي بنقاط بسيطة، الشرح بسيط، هي سطرين. أولا، كل طبقة تترسب الطبقة الواحدة في ظروف فيزيائية وكيميائية وحيوية محددة. ليش؟ لأنه طالما هي أصبحت متجانسة موحدة بالخصائص، معناته العوامل المحيطة فيها بتكوينها أكيد هاي موحدة، فكل طبقة تحمل نفس الخصائص أكيد ظلت تترسب تحت الظروف الفيزيائية زي سرعة المي، كيميائية زي الإذابة والإشباع، حيوية زي إشي تابع للكائنات الحية إفرازاتها أو بقاياها مثلا، محددة. بس هاي الظروف على الأرض بتتغير مع الزمن الطويل خاصة، فإذا اختلفت هذه الظروف، تغير فيها إشي واحد فيها كل الظروف أو واحد فيها، سيؤدي ذلك إلى انتهاء تكوين طبقة وبدء تكوين طبقة جديدة. رقمنا هذا التفسير أو التوضيح بثلاث نقاط بسيطة. اقنعنا يا كتاب، اقنعنا يا علم الطبقات، هاي مثال، وضح بمثال. مرة واحدة بالوزارة إجا المثال، شرح ما إجاش. وضح بمثال كيف يتكون تعاقب طبقي بفعل اختلاف الظروف. ما بده كل الظروف، أنا رح أوضح برسمي أكثر من الظرف الفيزيائي، بده بس بالظروف الفيزيائية. الظروف الفيزيائية بتتحكم أكثر بالصخور الرسوبية الفتاتية اللي بتتكسر وبتتفتت وبتنقل بوسط متحرك، وسط مائي متحرك، مش عملية الإذابة. فهو بده يبدأ يوضح يعني شوية معلومات عن الصخور الرسوبية الفتاتية. إن الصخور الرسوبية الفتاتية اللي أنا بدي أشرح لك إياها، الكتاب بيحكي يعني، تنشأ بفعل نواتج التجوية الفيزيائية، يعني القوة الحركة الميكانيكية، ثم ترسيبها في بيئة مائية طبعا أو هوائية، كمثلا مجاري الأنهار، مجرى النهر أو حافته، ضفافها، شواطئ البحار والمحيطات وقيعانها. مقدم عن الصخور السبية الفتاتية، أعتقد في شرح المثال مش مطلوبة، إنما بدنا نحكي إنه الصخور الرسوبية الفتاتية تترسب حبات المعادن، هي لازم تكون حبات مكسرة عشان أسميها فتاتية، لازم يكون العناصر المكونة بقيت متحدة مع بعض كجسم صلب، كحبة صغيرة، كفتات. فإذا تترسب حبات المعادن أو الفتات، يعني ممكن يكون مش معدن واحد، أكثر من واحد، وتستقر فوق سطح السفلي في القاع، يعني اللي بيئة الترسيب بفعل. أنا بدي أركز ما العامل المؤدي إلى ترسيب الصخور الرسوبية الفتاتية؟ الجاذبية، عندما تركض سرعة الماء تصير سرعة المي أقل، بصير غير قادرة على حمل هاي الحبات، فبصير الجاذبية تتغلب فبتنزلها تحت. إذن الحبيبات كفتات صلب سواء معدن واحد أو صخري فتات سيستقر في القاع في الأسفل بفعل تأثير الجاذبية، العامل المسبب لترسيب الجاذبية، وتكون طبقة معينة وغالبا بشكل أفقي، راح يكون مبدأ هذا، وتستمر ترسيب الحبات وتزداد السماكة وتتراكم فوق بعضها لتكون طبقة ذات سمك محدد. إذن عملية الترسيب للمعادن وتستقر بفعل الجاذبية وتكون طبقة وتستمر تراكمها، يستمر طالما الظروف
بقيت ثابتة سيستمر تزايد سماكة هاي الحبيبات أو الطبقة التي تتكون هاي الحبيبات. لكن إحنا من نحكي إنه بيصير عندنا تعاقب، لن يحدث تعاقب إلا إذا حصل اختلاف لازم يتغير. هو يريد بهذا السؤال اختلاف ظرف فيزيائي. شو المثال أو شو الظرف الفيزيائي اللي طرحناه في هالمثال؟ سرعة الماء. فللتوضيح، إذا حصل اختلاف الظروف الفيزيائية كزيادة سرعة الماء، أعطيني مثال على تغير ظرف فيزيائي سرعة المياه. الآن المياه لما كانت بطيئة قادرة على حمل حبيبات ناعمة أو صغيرة، وبالتالي اللي راح يصل للحوض المائي اللي بده يرسب راح تكون بس الحبيبات الناعمة أو الصغيرة فتتراكم. إذا زادت سرعة الماء راح يصير الماء اللي عماله بيحمل حبيبات قادر على أن يحمل حبيبات أكبر، كبيرة أو وسط أو خشنة، وينقلها إلى هذا الحوض. إذن سيؤدي ذلك إلى أن تكون الحبيبات أكبر فيزداد حجم الحبات التي ينقلها النهر، ثم يبدأ ترسيبها وتترسب حبيبات كبيرة فوق الحبيبات الصغيرة. الآن تغيرت خاصية، كانت خاصية النسيج الحبيبات حجم الحبيبات تحت عنوان النسيج، كان النسيج تبع حبيبات الطبقة الأولى أنه نسيج ناعم أو حبيبات ناعمة، بفعل تغير ظرف فيزيائي أصبحت حبيبات كبيرة فبدأت خاصية جديدة، إذن بدأت طبقة جديدة ونوع آخر من الرواسب، فستكون مختلفة في الحجم وتتراكم أو يستمر الترسيب فتتكون طبقة جديدة. يكفي مثال، يكفي تغير واحد، قال لك وباستمرار اختلاف الظروف سيتراكم عدة طبقات من الصخور الرسوبية في أثناء الزمن الطويل فيتشكل تعاقب طبقي. حتى يعني تخيل أنه هذا المثال، ونأخذ بتوضيح آخر، هاي بدي أوضح يعني الطالب يتخيل جمل اللي موجودة في الكتاب من خلال هذا المثال، كيف توضيح كيفية تكون تعاقب طبقي بسبب اختلاف الظروف المحيطة. هون قصدي كل الظروف بدي أضعها، مش مثال بس على الظروف الفيزيائية. صخر ناري متكشف على السطح فيتعرض على السطح وهو متكشف إلى التجوية، عوامل الرياح والأمطار الجو والتكسير فينتج فتان. عندما تتكسر حبيبات الصخر المتكشف على السطح، هل ستصنع أو تكون حبيبات بنفس الحجم؟ لا، ستكون حبيبات مختلفة، كبيرة زي هاي، متوسطة زي هاي مثلا، وناعمة زي النقط هاي. ناعمة اللي بتكسر مكونات الصخر، شو مكونات الصخر؟ معادن. فبدي أحكي مثلا مكون من معادن، مش مهم اسمها العلمي، مثلا A و B و C المعادن، تركيب المعدن تبع الصخر الناري اللي بتكسر A و B و C. هل لازم تكون كل حبيبات A كبيرة و B صغيرة مثلا، او اللي راح يتكسر بس الحبيبات A؟ جميع المعادن راح تتكسر، في اختلاف في نسبة التكسير وفي النعومة نعم، لكن راح يكون الفتات هذا كله من حبيبات A و B و C بنسب مختلفة. شو الظروف اللي أحاطت بعملية الترسيب حتى نقلت؟ طبعا يعني الطريق راح تكون أكيد أطول، لكن أنا بهمني عملية حصل عملية نقل 10 كيلو 100 كيلو حتى تصل إلى مكان تتجمع فيه الماء فتحدث عمليات الترسيب وسميناها حوض الترسيب. شو الظروف اللي كانت محيطة وبدأت تتغير؟ مثلا إذا كانت المياه الناقلة بطيئة، المياه اللي قاعدة بتنقل هالفتات اللي تكسر بطيئة، هل ستنقل كل الحبات كل الحجم كل الأحجام للمعادن؟ لا، بس الحبيبات الناعمة، وعندما تصل إلى هنا وتركض راح تبدأ ترسب حبيبات طبقة ناعمة الحبيبات. وإذا بقي هذا الظرف كما هو، نفس المصدر نفس التركيب المعدني، فيش أي اختلاف لا كيميائي ولا معدني، وسرعة الماء مثلا بقيت كما هي، كل الحوض راح يتعبى طبقة واحدة. بس احنا بدنا نحكي بدنا نعمل تعاقب، واذا بدي اعمل تعاقب او بدي يصير في منطقة تعاقب لابد ان اغير الظروف المحيطة. فاذا تغيرت الظروف المحيطة بدي ابدأ بظرف فيزيائي اصبحت المياه سريعة، هي تغير ظرف فيزيائي وسرعة الماء، فرح تصير المياه الناقلة تنقل الحبيبات الوسط والكبيرة كونها صارت سريعة فتعلق في هاي الماء، وعندما تركض الماء تبدأ الجاذبية فرح يصير عندي حبيبات كبيرة مثلا ووسط، هي كمان كبيرة ووسط ومعها الطبقات الناعمة. الآن راح تشكل طبقة جديدة. اللي بيطلع على هذا
هذا الفتات اللي ترسب في هذا الحوض، هل هو يصنع طبقة واحدة متجانسة ولا شايف طبقتين؟ أعتقد أنه شايف أنه في طبقتين. لماذا نتج طبقتين؟ بسبب تغير الظروف الفيزيائية، ظروف محيطة. ما هي الظروف؟ ظروف فيزيائية. هاي غيرنا ظرف فيزيائي. طيب المياه اللي ماشية مسافات طبعا أكبر، بدي أكبر الرسمة وأبعدها، بتكون بتمر على صخور مختلفة، تمر على صخور مختلفة. أثناء مرور هاي المياه تحتك بالصخور السطحية في المناطق المختلفة وتسبب مثلا إذابة مواد مختلفة. بعض هاي المركبات مع استمرار الزمن الطويل ستصل إلى الإشباع، ففي ظرف جديد يتغير. ما كانت المي في زمن ترسيب الطبقة الأولى والثانية تحمل مواد مذابة، الآن حملت مواد مذابة. المواد المذابة لن تترسب مباشرة، السبب في ترسيب المواد المذابة أن تصل إلى الإشباع. بذكر السبب في ترسيب الفتات أو المواد المحمولة على شكل فتات الجاذبية، أما الترسيب للمواد الكيميائية عندما تصل إلى الإشباع. الآن في عندي حبيبات كبيرة زي ما قلنا، ما زالت حبيبات المعادن A و B و C مثلا تنقل، لكن أصبح معها مادة جديدة ترسبت بعد الإشباع. في مادة جديدة ما كانت موجودة، هاي حبيبات X اللي رمزت لها بX في الطبقة واحد أو اثنين، فهل ستكون عندي تكملة الترسيب كما كان في واحد واثنين؟ لا، بدأت طبقة جديدة بسبب اختلاف ظرف، وهذا الظرف هو ظرف كيميائي. هي صار عندي تعاقب ثلاث طبقات. لنفرض أنه بعد أن أصبحت المياه قريبة للسطح، يعني العمق الرواسب تحت المي 20 سنتي 50 سنتي، الضوء واصل، في طحالب مواد عضوية، أصبحت الرواسب تحتوي مواد عضوية. ما كان في مواد عضوية، صار في مواد عضوية. بس بدي أرمز هذا شيء جديد ما كان موجود، رمز يشير إلى بقايا مواد عضوية. فالآن إذا نظرنا كم طبقة نتج في المنطقة هاي، 1 2 3 4، أربع طبقات. هذا اسمه تعاقب. التعاقب هو استمرار تراكم العديد من الطبقات الرسوبية بأنواعها فتاتية كيميائية حيوية فعليا وتصخرها مع الزمن. المهم اختصر قال في أثناء الزمن الجيولوجي الطويل. إذا بدي أميز الطبقة الثانية اختلفت عن الطبقة الأولى وأصبحت طبقة جديدة بسبب اختلاف أو ظرف فيزيائي، اختلاف ظرف فيزيائي. الطبقة الثالثة نتجت وأصبحت منفصلة في خصائصها عن الطبقة الثانية بسبب اختلاف ظرف كيميائي. والطبقة الرابعة أصبحت جديدة ومختلفة عن الطبقة الثالثة بسبب اختلاف ظرف حيوي. هاي توضيح، توضيح بسبب اختلاف ظروف المحيطة. شو الظروف اللي بتحيط وتتحكم في تشكل الطبقة؟ الظروف الفيزيائية والكيميائية والحيوية. أنا كطالب مطلوب مني أشرح الصخور الرسوبية الفتاتية بتغير ظرف فيزيائي معين وهو سرعة المياه. هذا توضيح، بفضل أن الطالب ينقله أو يكتبه على دوسيته ويرسم الرسم، بس يوسع هاي عشان يعرف يكتب هاي المعلومات. الآن أثناء عملية الترسيب، موضوع مهم جدا ومية في المية لازم يجي عليه أسئلة. عمليات الترسيب للعديد من الطبقات في أثناء الزمن الجيولوجي الطويل، قد تكون عملية الترسيب لعشرين خمسين طبقة يطلق عليها أنها طبقات متوافقة، وقد يكون بينها بعض الطبقات غير متوافقة. طب شو هو التوافق؟ شو هو عدم التوافق؟ بين كيف تكون التعاقب الطبقي متوافق أو كيف تكون الطبقات متوافقة. يعني هون لازم نكتب كلمة متوافقة، كيف بين كيف يتكون التعاقب الطبقي المتوافق، لأنه احنا قبل شوي حكينا بشكل عام، هون المتوافق أو كيف تكون طبقات متوافقة. أي تعاقب طبقي يتكون بفعل استمرار عملية الترسيب نتيجة ترسيب طبقات صخرية فوق بعضها البعض بشكل متتالي. يعني انتهت واحدة طبقة، أول ما تتغير الخاصية ستنتهي حبيبة من الطبقة السابقة وتبدأ أول حبيبة من الطبقة التالية إذا تبعتها مباشرة بدون توقف عملية الترسيب لزمن. هاي بتكون متتالية ومن دون، عم بأكدها، من دون حدوث انقطاع زمني في عملية الترسيب. يعني مش توقف الترسيب مثلا في الرسم اللي رسمناها قبل شوي، مش تبخرت المي أو الحوض أصبح فارغ من الماء
وظلوا فارغ 10,000 20,000 سنة 50,000 سنة وبعدين جاءت الترسيب، لا مباشرة مباشرة نتيجة الترسيب مباشرة فوق بعضها البعض بشكل متتالي، بتنتهي واحدة مباشرة بتبدأ حبيبات الطبقة الجديدة. ونقصد متتالي نقصد من دون حدوث توقف انقطاع لزمن معين في عملية الترسيب. وكمان لازم تكون هذه الطبقات في شكلها متجانسة متوافقة، أن تكون متوازية ومتتالية زمنيا، أي متوافقة بسبب أنه عملية الترسيب استمرت متتالية مع الزمن. لكن هذا يستحيل أن يبقى في كل الأزمنة، بعض الأزمنة سيحدث فيه اختلاف. متى نطلق على الطبقات أن فيها عدم توافق أو بينها علاقة عدم توافق؟ عندما تكون الصفات اللي ذكرناهم مش موجودين، مش متوازية الطبقات الرسوبية أو مش متتالية. هون بيصير في توضيح كثير، مش متتالية شو يعني مش متتالية؟ متى تصبح العلاقة بين الطبقات عدم توافق؟ عندما يكون شكليا مش متوافقة غير متوازية أو غير متتالية زمنيا. بدها توضيح شو يعني غير متتالية زمنيا؟ أنه حدث فيها توقف زمني في عملية الترسيب وعندها ستصبح العلاقة عدم توافق. طب جميع حالات عدم التوافق زي بعض؟ لا، في اختلاف، عشان هيك راح نفصلها إلى أنواع. لأن هاي عندنا رسمة موجودة في الكتاب، هاي الطبقات واحد اثنين متوافقة معا، وهاي الطبقات ثلاثة أربعة خمسة ستة متوافقة مع بعض. لكن هون في هذا المكان الحد الفاصل بين المجموعة الثانية المتوافقة والمجموعة الأولى واحد اثنين في عدم توافق، فهذا السطح، هذا السطح بسميه سطح عدم توافق. طب كيف عرفته يا أستاذ؟ الآن الطبقات متوازية، إذا كملت امتداد الطبقة هاي وامتداد أي سطح لطبقات من الأعلى فهي متوازية، يعني الحصول على عدم التوافق بالرؤية المباشرة صعب، لكن متوافقة عدم غير متوافقة بسبب الزمن غير متتالية زمنيا. طب هل كل طبقة مختوم عليها ختم مثلا أنها انتهت هاي منذ مثلا 10 مليون سنة وهاي بدأت منذ 8 وبالتالي في فراغ زمني 2 مليون سنة؟ لا مش مكتوب، إنما هذا الاختلاف الزمني يحتاج إلى دراسة تفصيلية. إنما أنا كطالب بدي أعرف المعلومة من الشكل، بعرج لي الشكل بشكل واضح، لأن الأسطح هذا السطح وهذا السطح بين الطبقات المتوافقة يوضع بشكل مستقيم عشان ما يعني ما يشوف أي اختلاف الطالب بين الطبقات عدم توازي، ويعطيني معلومة أنه فيش اختلاف في الزمن. لكن إذا طبقتين شايفينهم متتاليات لكن عرج السطح، فأنا مباشرة لازم أعرف أنه عندهم مشكلة في الاختلاف الزمني. طب ماذا يطلق على الأسطح هاي العادية؟ هيها سطوح توافق. إذن السطح الفاصل بين طبقتين هي بس موجودة بالرسم، ماذا يطلق على السطح؟ سطح فاصل بين طبقتين متوافقتين، شو بسميه؟ سطح توافق. فهذا سطح توافق وهذا سطح توافق وهذا سطح توافق وهذا سطح توافق. وين سطح عدم التوافق اللي بيفصل بين مجموعتين بينهم مشكلة؟ المشكلة هي عدم التوافق إما في التوازي أو في التوالي الزمني. بسبب اختلاف مشكلة عدم التوافق تصنف أو تقسم سطوع عدم التوافق إلى 3 أنواع: سطح عدم توافق حتي، سطح عدم توافق زاوي، سطح لا توافق. متى أسمي السطح حتي؟ متى أسميه عدم التوافق طبعا زاوي، ومتى أسميه لا توافق؟ كل واحد له تعريف. سطح عدم التوافق الحتي هو سطح يفصل بينه، حط تحتي خطين، جميع الأسطح فيها كلمة يفصل، جميع التعريف تبعتها هو سطح يفصل الحتي، والزاوي هو سطح يفصل، واللا توافق هو سطح يفصل. يفصل بين مين ومين في الحتي؟ يفصل بين تعاقبين، يعني بيكون رواسب طبقيين متوازيين، يعني شكليا شايفينهم زي بعض. الحتي يفصل بين تعاقبين متوازيين. طب وين المشكلة طالما هم متوازيين؟ هي شكليا ما شاء الله عليهم متوازيين أو متوافقين شكليا، لكن المشكلة إنه السفلي اللي موجود تحت أقدم والعلوي أحدث،
ممكن واحد يحكي ما هو شيء طبيعي انه اللي تحت اقدم. نقصد بكلمه اقدم يعني احنا كل واحد بالنسبه للي فوقه في فاصل زمني. يعني لما اطلق على عمارتين مثلا، هذه قديمه وهي حديثه، معناته مش واحده مبنيه 2015 واحده 2016، انما ممكن تكون واحده 1980 واحده 2000 او 2010. يعني كلمه اقدم واحدث بمعنى انهم مش متتاليين زمنيا. في واحده توصف انها قديمه بالنسبه للاخرى، او الاخرى توصف انها حديثه بالنسبه للسابقه. ليش وصفت قديم وحديث؟ عشان هم مش ورا بعض زمنيا. فالسيارة القديمة وسيارة حديثة مش معناته انهم متتاليين، فاصل بينهم سنة، انما 10 سنوات او اكثر. فلهون التعريف انتهى، هو سطح يفصل بين تعاقبين متوازيين، هاي النقطة خلص التعريف. السفلي لازم يكون اقدم والعلوي احدث، يعني مش ورا بعض. اذا سألني على ايش بدل سطح عدم التوافق الحتي، يعني ليش في واحدة أقدم وواحدة أحدث؟ لأنه يدل على اختفاء طبقة أو أكثر بين التعاقبين. مش موضوع الآن نحكي كيف اختفت، الآن دورنا نقدر نميز الأسطح عن بعض بالرسم، نعرف برسم معين إمتى نسميه حتي وإمتى نسميه زاوي وإمتى لا توافق. رح نحكي طبعا كيف بتشكل، كيف بصير اختفاء الطبقة، شو اللي خلى الطبقة تختفي الآن لغاية إذا شملنا هذا بالتعريف كويس. إنما إذا سألني على إيش بدل أو وضح كيف يتشكل الحتي توضيحا سريعا، اختفاء طبقة أو أكثر بسبب حدوث عمليات حت وتارية أو انقطاع في الترسيب. هذول الجملة في السطر الثاني، جملتين سيتم توضيحهم. كيف يتشكل؟ راح نحكي الآن بالتعريف دميز الثلاث أنواع. سطح عدم التوافق الزاوي، هاي هو سطح يفصل، لازم بتعريف كل واحد كلمة يفصل، بين تعاقبين بشبه بداية تعريف الحتي. كمان مرة، يفصل بين تعاقبين لغاية هون نفسه. تعاقبين يعني طبقيين، برضو هناك طبقيين، ما كتبش الكتاب تعاقبين طبقيين، ما كتبش، مش مشكلة. المهم غير متوازيين، قصدنا بينهما زاوية. هذاك اهتمينا انه اختفى الطبقة، يدل على اختفاء طبقة. هون بالتعريف حطها لا، يدل على أن الطبقات القديمة اللي كانت تحت تعرضت لقوة أدت إلى إمالتها أو طيها، فهي تعرضت لإمالة أو طي في أثناء رفعها. كيف تتشكل؟ برضو راح نحكي عنها، هاي كل واحد له رسمه ومنحكي. سطح اللا توافق، مع أنه اسمه لا توافق بس هو من أنواع عدم التوافق. يعني في بعض الطلاب تطلب منه يطلع أسطح عدم التوافق في رسمه، بيطلع الحتي والزاوي بس. تسألوا ليش؟ بقول لي انه انت ما طلبت اللا توافق. ما هو اللا توافق من انواع عدم التوافق. كمان مرة في سؤال قبل ما نبدأ فيهم، اذكر انواع سطوح عدم التوافق، وهي واحد منهم، هذا من ضمنهم، لكن اختلف اسمه شوي. يعني هو من انواع عدم التوافق، حتى في سؤال علل لماذا يعتبر من انواع عدم التوافق. هو سطح يفصل، برضه يفصل بين مجموعتين من الصخور، ما كتبش تعاقبين زي تعريف الحتي والزاوي. كلمة التعاقب للصخور رسوبية، بمعنى باختصار الحتي يفصل بين رواسب أو بين صخور رسوبية، يعني بالأسفل صخر رسوبي وفوقيه صخر رسوبي. الزاوي يفصل بين صخور رسوبية، يعني أسفل صخور رسوبية وفوقه صخور رسوبية. أما هذا لا، عمم، يفصل بين مجموعتين من الصخور. الصخور تشمل أي نوع من الأنواع الثلاثة، يفصل بين مجموعتين من الصخور. بس مشروط لازم القديمة، يعني الآن في الشق الأول يفصل بين أي نوعين من الصخور، لكن الآن بدي يوضح ويفصل، لازم تكون القديمة نارية أو متحولة، الصخر اللي تحت الأقدم ناري أو متحول، والحديث لازم يكون رسوبي. فهو جزئين، كل واحد يفصل الأول والثاني بين تعاقبين طبقيين، الحتي متوازيين، الزاوي غير متوازيين، بينهما زاوية. على إيش بدل كل واحد؟ اللا توافق يفصل بين مجموعتين مختلفتين من الصخور. أي مجموعتين؟ لا، شرطها الآن، مشروطة، لازم تكون القديمة نارية أو متحولة والحديثة رسوبية. الآن هيك بصم، هيك حفظ، لكن فعليا ما بيجي تعريفهم، نريد الطالب أن يطبق عليهم تمارين عشان نقدر نطلعهم من الشكل. الأسئلة اللي بتيجي ممكن يطلب سؤال تعريف سؤال تعليل ممكن، لكن اللي 100% جاي اللي هو استخراجها من الأشكال.
ما عدد سطوح عدم التوافق في الشكل؟ ممكن يعرض السؤال بشقين، الشق الأول عشان الطالب اللي ما بيقدر يحدد كل السطوح أو بخطأ في أسمائها، على الأقل يكسب علامتين العدد، كم عدد سطوح عدم التوافق. حدد مكان ونوع كل منها. طبعا على الرسم الآن راح نحدد على الرسم، لكن بعدين بتكرار الأسئلة والتمرين راح نحكي كيف راح تكتب أنت يا طالب على دفترك. حدد مكان، هاي عندنا شكل، هاي شكل بيكون غالبا كاتب انه لديك مجموعة من الصخور، منها اذا حط له رمز هذا مثلا بي بالانجليزي، بي صخر ناري، و اي صخر متحول. انا كاتب هون هاي صخر متحول، وين الصخر المتحول؟ هيو. وين الصخر الناري؟ هيو. وباقي الرموز تشير الى صخور رسوبية، يعني في الرسم دائما بيعرفني وين الناري وبحكي وين المتحول وبحكي لي وين الرسوبية. أمامي شكل، حسب فهمنا البدائي في تعريف سطوح عدم التوافق بدنا نطلع وين في سطح عدم التوافق على الرسم. أول شغلة وأسهل شغلة تطلع الزاوية، أسهل شغلة، لأنه الطبقة ميم ونون طبقات أفقية، بس أنا شايف الطبقات الرسوبية ألف وباء وسين وصاد طبقات مائلة. هل الطبقة با وسين مثلا وصاد عشان هم لامسين تماما للحد السفلي للطبقة ميم، هل هي متوازية مع الطبقة ميم أو نون اللي فوقها؟ لا مش متوازين. رسوبي مع رسوبي أو يفصل بينهم خط، رسوبي يفصل خط بينهم عن رسوبي آخر غير موازي له، إذن هذا أكيد عدم توافق زاوي. هذا أسهل واحد يستخرج. وين في أسطح كمان؟ طيب مش في نوع مختلف هون؟ هاي نوع مختلف ونوع مختلف هون، يعني مش رسوبي. إذن شو لازم أسمي السطح هذا؟ هذا سطح لا توافق. ليش يا أستاذ سميته لا توافق؟ لأنه حقق تعريف سطح لا توافق. هو سطح، هاي وهذا سطح، سطح يفصل بين ألف الرسوبي وصخر آخر من عيلة أخرى اللي هو الصخر المتحول. كتب لي متحول وفوقه صخر رسوبي، والمتحول هو الأقدم في الأسفل، هاي حسب التعريف. سطح يفصل بين مجموعتين من الصخور، لازم القديمة نارية أو متحولة. في الجزء السفلي بالرسمة اللي تحت متحول وهو بالأسفل، والأسفل العرف بيحكي إنه بالأقدم بالأسفل، ما خدنا سلم الزمن الجيولوجي والعمود الجيولوجي انه بالاقدم موجود بالاسفل واللي بالاعلى الاحدث. هاي هذا سطح لا توافق. المشكلة عند الطلاب انه هذا سطح لا توافق وهل هذا سطح لا توافق، مين فيهم؟ هذا طبعا ليس لا توافق، ليس سطح لا توافق. مش مطلوب من الطالب لما يستخرج أسطح عدم التوافق يكتب مين اللي هو مش لا توافق، لكن أنا بكتبه كتمرين عشان الطالب يبعد عنه. ليه؟ لأن الناري أحدث من الرسوبي اللي بيفصل بينهم، يعني هنا الرسوبي هذا هو الأقدم والناري أحدث، فلم يحقق الشرط اللي اشترطناها، لازم القديم يكون هو الناري والرسوبي الحديث والرسوبي هو الأحدث. هل هذا حقق الشرط؟ لا، هذا ليس سطح لا توافق، مش رح نكتب عنه، لكن بدنا تتجنب يا طالب انك تفكر انه هذا سطح لا توافق. لا مش سطح لا توافق، لانه الناري هنا يعلي الرسوبي، فهو سطح يفصل بين رسوبي اقدم وناري احدث، لم يحقق الشرط. انما هذا سطح لا توافق، هذا سطح لا توافق. هل بقي اسطح؟ دائما بس استخرج بحط اصبعي هيك وبمشي وبمشي صعودا حتى أصل إلى آخر طبقة. شايفين هذا متعرج، هذا متعرج. طب هذا شو نوعه؟ هذا سطح عدم توافق، عدم توافق حتي. هذا سطح عدم توافق حتي. ليش حتي؟
لأنه لو كملنا السطح السفلي للطبقة ب والسطح العلوي للطبقة س لوجدنا أنهم متوازيين، وهو على رجل السطح، عرج السطح هون متعرج، سطح يفصل بين طبقتين رسوبيتين تعاقبين طبقيين متوازيين بينهم سطح متعرج. ليش بعرج لي إياه بالرسم الواحد؟ عشان يقول لي إنه هذول مش متتاليتين زمنيا، فإحداهما أقدم والأخرى أحدث، وذلك بسبب اختفاء طبقة بفعل عمليات الحت والتعرية، فهذا سطح عدم توافق الحتي. فالجواب بده يصير عددها أربع سطوح أو أسطح. كيف نجاوبها لما احنا حددناها على الشكل؟ باجي بقول أسفل ألف سطح لا توافق، أسفل أو بين، هاي بتزبط يعني الأول والثاني، أسفل سين، أسفل الصخر سين، هاي سين تحته مباشرة سطح عدم توافق حتي، أسفل صادين أسفل ميم، هاي ميم تحتيها أسفل ميم سطح عدم توافق زاوي، وأخيرا ما بحكي أسفل الناري، لا بده يكون أسفل طا، لأنه قلنا هذا كان مش سطح، أسفل طا سطح لا توافق. هاي أول تمرين.